كما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته. لا يضامون في رؤيته، يعني كل يراه مستريح، ما فيه تزاحم ولا فيه خطر، لأن الناس ربما يتزاحمون على الشيء الواحد ويحصل خطر أو موت أو دهس، لكن يرون ربهم من غير مضارة، من غير مضارة، ولا فيه زحام. وهذا حتى في المخلوق، الناس يرون القمر كلهم ولا يتزاحمون على رؤيته، ويرون الشمس ولا يتزاحمون على رؤيتها. فإذا كان هذا في المخلوق، الخالق من باب أولى. نعم.